في هذه المغارة التي تقع بالقرب من مغارة الميلاد أقيم قداسا بيوم الشهداء الأطفال التي وضعت الكنيسة للاحتفال به في موسم الأعياد. الشهداء الأطفال الذين قتلوا بأمر من هيرودس الذي أمر بقتل جميع الأطفال تحت سن الثانية لوجود الملك يسوع فيما بينهم. فترأس الأب عماد الكامل نائب كاهن رعية اللاتين في بيت لحم القداس بحضور المؤمنين لكي يعلنوا إيمانهم بعيد الأطفال الأبرياء، لأنهم هم الشهداء الذين يتهللون ويسبحون الله ويمجدونه في السماء. ففي هذا المكان بالتحديد وهذه المغارة وضع هياكل الأطفال أنذاك، فتقام الصلاة باللغة العربية وقداديس بعدة لغات طالبين لأن نكون ببراءة الأطفال الشهداء. وأيضا تقع مغارة أخرى ملاصقة لهذا الموقع وهي مغارة القديس جيروم الذي كرس حياته لترجمة الإنجيل المقدس وعاش فترة تقشف لفترة طويلة، وهو الذي ترجم الكتاب المقدس من اللغات الأصلية إلى اللغة اللاتينية، حيث قال: من يجهل الكتاب المقدس يجهل المسيح. وفي نهاية القداس طلب الأب الكامل بأن نكون مشبهين ببراءة الأطفال الشهداء. لكن في شهادة من نوع تاني اللي هي لونها أبيض مش دم مش لون أحمر، اللي هي الأمانة اليومية لتعليم الله ووصايا الله. فده اللي احنا بنرغب فيه، ان كلنا نعيش الشهادة اللي لونها أبيض اللي هي أمانتنا لإيماننا لوصايا الله لتعليم الإنجيل. وكل سنة والجميع بخير، وربنا يحفظ أولادنا من كل شر لأن هم رمز البراءة، هم اللي حبهم يسوع وقال لنا كلنا: إن لم تصيروا مثل الأولاد لن تدخلوا ملكوت السماوات. لنورسات مارلين الحدوة من مغارة القديس جيروم في بيت لحم.